لمحاربة ظاهرة الاتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية وحماية التراث الثقافي على المستوى المحلي والدولي. تم الإطلاق الرسمي للمنصة الإلكترونية تراث ديزاد بالتعاون والتنسيق مع سفارة الولايات المتحدة الأمريكية بالجزائر. بموجب هذا التعاون مع الطرف الأمريكي استطعنا اليوم تصميم دليل فوتوغرافي عبر موقع الويب تحت اسم منصة تراثي، يتضمن قاعدة بيانات رقمية عن مختلف الممتلكات الثقافية الأكثر تعرضاً لجرائم السرقة التهريب والإتجار غير المشروع عبر كامل التراب الوطني، بحيث تخلل هذا العمل المشترك عدة ملتقيات تكوينية حول حماية ورقمنة التراث الثقافي والمجموعات التراثية، وشارك فيها العديد من المختصين وكذلك جمعيات مهتمة بحماية التراث الثقافي من المجتمع المدني. تعد هذه المنصة كجزء من الالتزامات المشتركة بين الولايات المتحدة الأمريكية والجزائر، كما يتضمن هذا المشروع وضع خطة على المدى الطويل لرقمنة الممتلكات الثقافية الجزائرية وحمايتها. ستسمح هذه المنصة كذلك بإشراك الجزائر تراثها الثقافي على نطاق أوسع ولجمهور أكبر. المنصة تراثي ديزاد تحتوي على قاعدة بيانات رقمية من شأنها تأمين الممتلكات الثقافية الأكثر عرضة للسرقة والتهريب بالتنسيق مع كل الأجهزة الأمنية المختصة في المجال. هذا دليل فوتوغرافي وهذا الموقع الإلكتروني يعمل بشكل متكامل كأداة ميدانية من أجل مساعدة قوات الدرك الوطني، الشرطة، شرطة الحدود والجمارك الجزائرية عند الاشتباه في أي عملية تجار غير مشروع أو نهب أو سرقة لممتلك ثقافي جزائري ومحاولة تهريبه خارج الحدود الجزائرية. مشروع هذه المنصة يندرج ضمن جهود الدولة في حفظ وتثمين الموروث الثقافي الجزائري من خلال التوجه نحو التكنولوجيات الحديثة للحد من عمليات نهب التراث الثقافي.